ما شاء الله ابو فراس وانفراس سبحان الانسان طير بلا جنحان سبحان اللي وصلك الى بلدك بعد غياب كم سنه 43 سنه السيد محمود مسعود عمير من حوار نابلس يعود الى ارض وطنه الى قريه حواره بعد غياب 43 سنه والان يتجول في شوارع نابلس والان في مول نابلس مجمع التجاري في مدينه نابلس اهلا وسهلا وعليكم السلام 43 سنه غاب 43 سنه عن بلده وين هي في الاردن وفي امريكا شو هذا شيء انا مستغربته هذا مجمع جديد بنوه 10 سنين بس فتحوه من جديد ومنين حضرتك منين حضرتك هو اول نعم امبارح التقينا في ناس في من عورتك في بنانا شو بسموه بنانا لاند في اريحه حياك الله وصورته ونزلته على اليوتيوب حياك الله يا فهذول صاحبي يعني احنا كنا حتى الثانوي ما كملناهاش وهو راح للجيش هذا كان مسؤول وصل رتبه مسؤول عن كليه الهندسه في عمان عمر تمام وصلنا الشرف يعني الله يزيدك شرف احنا من اصحابنا في الزمانات ستي وسيدي اللي هو الحج احمد لعبيد الله احمد لعبيد الله ولطفي هذول كنا واحنا صغار نروح عندهم في ايام التين مشان ناكل في الطين في عورته من عورته تغيروا يا ابو فراس ناديت ابو هذا كل شيء تغير وجه اللي انا ساكن ابو عواد من عورته محمد عواد ايوه من عورته ساكن عندنا في الطابع الفوقاني في والله حمام جاي يكمل دكتوراه يا ترى هون ولا روى حمام شارب بعرفش والله انا بعرف انه هون لانه دعانا محمد عواد صاحبي واخيرا وصلت واخيرا وصلنا الى المحل وبدنا نشوف لنا يا ابو فراس بريك شاي ولا كل شيء تغير هيا بريش الشاي عندك العافية انفراسة نكلنا واحد إليك بالمقام بنتي بدها واحد على أمريكا شو بتقترحه ها شايفه هذا واحد هذا وجهه وهذا نفس هذا تقريبا بس كبار هاي ثلاث مقاشر اي نو هي هذا لازم كله تاخذ هذا حلو كمان بدها واحد ميديوم بتقول لي اصغر شيء هذا وهذا نفس المقاس هم نفس الشيء يعني كم كوباية بأخذ هذا؟ أربعة. هي أدرك أحسن شكل ولا شو لأنه هي وبناتها ثلاثة أربعة حلوين أوكي أوكي إذا والله غير أخذ هذا أول واحد alright مش إيش عمي هاي الغطاية هاي منظر مدالية لا ما ظنيش او هاي احتياط لحظة هاي احتياط هاي ممكن هسه لازم يشرح لنا عنه اي انا عرفت اخي هاي صفار بتقيمها وبتتركب هاي بصفر لما يخلص هاي هاي بتنقام وبتتركب هاي بتصير غطاية لا بدي اياه ابو فراس اي ما هو بدي غطايته بيته لا ما بدي بيته لانه بغلبني بيته باخذ حيز في الشنطه شيء وين؟
على الكاشير. يعني خلاص يا يا ذاتس ات. وهذول والله حلوات الثانيات ها. اب اب اب. اه طاقم ثلاث مع بعض. اي نو. تاخذ ثلاثة ولا واحد؟ لا واحد. واحد طيب. روح روح ماشي. ما شاء الله ما شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا بيك. بدي أسألك الثلاث أباريق. أباريق. أبريك الشاي الثلاثي شو سعرهم؟ بأخذ نحيز يا عمي. ستة خمسة وثلاثين ثمانية الصحن هذا البريك هذا خمسة وثلاثين أوكي وللدعاية والنشر أبو الخمسة وثلاثين وللدعاية ولا النشر وعلى اليوتيوب ينحط محلك بارك الله فيك أوكي.